هذا الخروف 9 ريال و500 بيسة تقريبا، 9 ريال و500 بيسة كله كامل، يعني الأمور ما شاء الله حلوة. هذا الواحد ب 8 ريال، يعني جدي الواحد 8 ريال ونص. شوفوا ايه كلهم 17 ريال اثنينتهم، اشتريناهم 17 ريال ونص. يعني لاحظ هذه البقرة مثلا او الثور، هذه قيمتها تقريبا 34 ريال الى 34 ريال، يعني 3 لك. 3 لك؟ ايوه 300 ألف. أيوة. تقريبا 34، يعني توصل مع 45 ريال. هذه 45 ريال. وهذه هي العرصة مال تنزانيا موانزا ناسا. يعني هنا منادات البقر، منادات الهوش، هنا هي العرصة مالهم. وهناك الجانب الثاني هناك هبطة، هبطة سات اللي عندكم او اللي عنده هبطة سات. هنا ينادوا البقر وينادوا الماعز والامور طيبة. طبعا هني الهوش حوالي 7 ريال ونص بس. بوريكم انا لما بنشتري اللي عجول الخاص هوش كل شيء موجود. هذه هي العرصة مالهم في تنزانيا.